بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم Written Physics Paper، كتابة البحث الفيزيائي أو كتابة البحث العلمي بصورة عامة. حقت المحاضرة عدت من قبل الطالبين يحيى مصطفى وأنيس عبد المنعم، فأشكرهم الشكر الجزيل لهذه المحاضرة. لكن ملاحظة صغيرة جدا أنه الباوربوينت اللي يعد وضع شرائح في داخله على شكل صورة، وهذه ما تسمح لي من التغيير او التعديل على المحاضرة. لذلك انا اجريت بعض التعديلات البسيطة بحذف بعض السلايدات واضافة سلايدات اخرى، وهذا فعلا موضوع يعني يتطلب جهد ووقت، فارجو انه الطلبة في المحاضرات القادمة الاهتمام لهذا الموضوع. أوتلاين المحتويات: متى أكون مستعداً لكتابة ورقتي البحثية؟ وماذا أكتب؟ وماذا يتضمن البحث العلمي أو البحث الفيزيائي؟ ومن أين أبدأ؟ هاي أهم النقاط المهمة اللي ممكن أسأل بها نفسي عن موضوع عن كتابة البحث يجب أن يكون قادر على صناعة قصة أو عمل قصة لكل بحث. نحن دائما نوصي أن البحوث أو المسائل أو الأطاريح تكتب على شكل قصة، إلها بداية وإلها نهاية، ويجب أن تكون مترابطة فيما بين هذه كل القصة. زين، فيجب الاهتمام بهذه النقاط. ودائما قلنا أنه يبدأ بسؤال، عملك يبدأ بسؤال والإجابة على هذا السؤال. شنو راح يكون إجابتك لهذا السؤال؟ كيف راح تجيب على هذا السؤال؟ فالاهتمام بهذا الموضوع، وكذلك الأشكال مالتك أو البيانات أو الإحصائيات اللي حصلتها لازم تكون لها المسار الأساسي في هذه القصة، يعني لازم تخليها ضمن القصة أو في صلب القصة، وعلى ضوءها يصير النقاش والاستنتاج. هناك عندنا ثلاث انواع من البحوث، اللي هو الشورت احنا اللي نسميه لتر، وايضا اكو مجلات هي مختصه بهذا الموضوع اللي هي مثلا فيزيكس لتر. هذه ورقتك البحثيه لا تتعدى اللي ورقتها يعني كم ورقه، ورقه ورقتين ثلاث لا اكثر. والستاندر او الرئيسي اللي هو هذا المعتاد عليه يعني اليوجوال، والشامل اللي هو احنا نسميه الريفيو. هذا الريفيو يعني يشمل مواضيع متعددة، وممكن كل عملك تضمنه في هذا البحث، وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأوراق. فهذه أنواع الثلاث للبحوث. هنا أنا بالنسبة للبحث شو يتضمن، يعني نسأل احنا شنو راح يكون بالبحث. طبعا هو اغلب البحوث تتضمن التالي: التايتل العنوان، الابستراكت الخلاصة، الكيوردز اللي هو المفاتيح للدخول للموضوع مالتك، يعني يعني لازم تعطيني يعني كقارئ او متتبع للبحث مالتك لازم تعطيني رؤوس أقلام أبحث عنها ممكن أوصل لموضوعك ولعملك. والمقدمة والماتيريالز أند ميثودز يعني المواد وطريقة العمل اللي يعني الإجراءات العملية، والنتائج والمناقشة والاستنتاجات، والأكنولجمنت هذه يعني القليل من طلبتنا يعني يتضمن هذا الموضوع، وهي حقيقة هي مهمة جدا في الخارج، تعتمد اعتماد كبير ويجب تضمينها داخل البحث، واللي هي لكل عمل هنالك جهة داعمة وساندة لهذا البحث، فلازم انت تذكر هذه الجهة. قد تكون جامعة او مؤسسة او معهد، فلازم تذكرها وتذكر الفانز يعني الدعم المالي اللي عن طريقه قدرت تكمل هذا البحث
ورقم الفند ايضا. واخر شيء عندنا المصادر الريفرنس، لازم تتضمن المصادر اللي اعتمدت في هذا البحث. من اين ابدا؟ اول شيء مثل ما تكلمنا عن القصة ووضع مفهوم القصة في بالي، وبعدين ابدا بالخطوط العريضة او الافكار العريضة لبحثي، والخطوة اللي بعدها ادخل الى التفاصيل، تفاصيل مثلا الخلاصة، المقدمة، الجزء العملي. بس عادة احنا نبدأ بالجزء العملي اللي هو تفاصيل دقيقة به وموضوع البيانات، وادخل بالتفصيل المخطط التفصيلي للورقة اللي انا اعتمدها. ايضا لازم اعتمد الرسومات، يعني هاي بالتفصيلي، من راح ندخل على التفصيلي انه ادخل بالتفصيلي على الاشكال مالتي والبيانات والنتائج وتفصيلاتها ومناقشة هذه النتائج. زين، وبعدين هذا الترتيب الزمني للعمل، يعني احنا نترك العنوان ونترك الخلاصة ونترك المقدمة للاخير. اول ما نبدي بالاشكال ومناقشتهن والبيانات الموجودة كلها استخلصها ووضعها بشكل تفصيلي، وبعدين طريقة العمل مالتي والمسار البحثي، وارجع على المقدمة ومن ثم الخلاصة، واخر شيء العنوان. فراح نجي نفصلهن، عندك الريزلت سكشن اللي هو قسم النتائج. اول شيء لازم نهتم بانه نربط البيانات مالتنا ببعضها البعض، ويجب تقديم تصميم لكل شكل، لكل فيجر، زين، وشرحه بشكل تفصيلي. زين، وصف النتائج بصيغة معنوية او موضوعية، والاهتمام بهذا الوصف. يمكن ايضا ان يتضمن التفسير الاستنتاجات والمناقشة المستفيضة لهذه الأمور. قسم المناقشة، هنا احنا لازم نناقش النتائج مالتنا بشكل تفصيلي وتحليل أكثر ودقة أكثر للنتائج. ولازم أشير إلى أنه البحث مالتي شنو مساهمته أو أضاف إلى مجال تخصص العلم. ممكن ايضا التفكير على انه النتائج مالتي ممكن ان تكون على شكل هرم، تبدا من النتائج التفصيليه والانتقال الى اتساع النطاق لتنتهي بكيفيه تناسب العمل والتخصص تحت الدراسه. ومن الجيد ايضا انهاء كل الاسئله والمتعلقات في هذا الجانب اللي هو في جانب المناقشة والانتهاء من كل الأسئلة المطروحة في هذا السياق. Materials and Method، المواد وطريقة العمل. حقيقة لازم نذكر جميع المواد اللي موجودة عندنا، شنو اللي استخدمناها وكيفية طريقة العمل بالتفاصيل الدقيقة، لكن مو التفاصيل المملة، تفاصيل مهمة في العمل أذكر هي المهمة، بحيث أنه يجي بعدي من يقرأ هذه الطريقة يفتهم أنه هذا العمل صار بوفق هذه الإجراءات. وما أخفي أي شيء، حقيقة كثير من الباحثين حتى العالميين يخفون الكثير من المفاتيح المهمة بالعمل، وبالتالي اللي يجي بعدهم ما راح يتمكن من الشروع بهذا العمل أو التوسع أو التقدم في هذا العمل، فيمنعون الطريق ويمنعون مواصلة العلم والبحث العلمي في هذا المجال. فأن يجب أن لا نكون بخيلين، ولازم نكون كرماء في إعطاء صح وجهد علمي، لكن أنا نشرته وسجلته باسمي، فيفضل أنه البقية يجون يعملون بعدي يعرفون كل تفاصيل العمل. المقدمة، حقيقة المقدمة هي من اسمها مقدمة عامة لموضوع، لازم انت يعني تخلي
قارئ يعرف بيا مساحة أنت ذا تعمل من كمادة مثلاً من تجي من مقدمة تذكر المادة أهمية المادة مالتك العمل طريقة العمل التكنيك اللي يستخدم شنو فائدته وشنو قوته فهو مقدم لعملك لازم فقط مع عملك مو أبتعد كثيرا عن عملي لا فقط الأدوات والطريقة والتكنيك اللي استخدمته أوضحها في هذه المقدمة اللي يكون عنده فكرة القارئ أو الباحث يكون عنده فكرة للي راح يجي فيما بعد هذا الشيء. المصادر حقيقة معروف المصادر لازم تذكر كل المصادر اللي اعتمدت واللي أخذت من عندها واللي استخدمت في بحثك زين لكن الستايل مالت المصدر يعتمد على المجلة لكل مجلة هنالك ستايل خاص وأغلب المجلات تعتمد برنامج المصادر الاند نوت اللي اقترحناه كمحاضرة أخيرة في منهاجنا فلازم انه يكون المصادر مرتبة بشكل نظامي وتعتمد عما بقت ترتيب الاسم مثلا في بعض الاحيان انه يذكر اسم الجد وبعدين اسم الشخص او لا في مجالات اخرى يستخدم اسم الشخص فيما بعد اسم الجد فهذه قلنا تعتمد على المجلة اللي انت ترسل لها واللي لكن يفترض المصدر يكون محتوي لجميع تفاصيل يعني الاسم الباحث المجلة مالته عنوان المجلة وشن عنوانه وأي مجلة نشر بها والعدد والصفحة وسنة النشر هذه ولا يفضل استخدام المصادر اللي هي المواقع الإلكترونية اللي تبدأ عادة بالدبليو دبليو هذه الرابط الإلكتروني حقا ما يفضل باستخدام المصادر. الخلاصة بعد ما احنا كملنا النتائج مالتنا وافتهمنا نتائجنا وعملنا وين ابتعد وين راح وكل تفاصيل عمل افتهمناها لذا لازم نلخصنا عملنا لازم بالتلخيص اول شيء حقيقة تكون نقاط مهمة في البحث اللي هي عنوان والخلاصة لان هي عناصر يجب ان تكون جاذبة من اول ما اقرأ هذه السطور راح انجذب لعملك فلازم يتوام بي ولازم توجز يعني حقيقة من اسم الملخص هو ايجاز يعني مو اكتب لي صفحة او صفحتين لا هو لا يتجاوز البضعة اسطر قد يكون في اقصى شيء هو النص صفحة في موضوع البحث العلمي ولا يتطلب انه الكثير من الشرح زين فيجب الايجاز وتوضيح العمل بأسطر معدودة. العنوان حقيقة العنوان يجب أن يعبر تعبيرا كاملا عن عملي هذه السطر أو البضع كلمات لازم تعبر تعبير كامل عن عملي وأتجنب كباحث أتجنب التكرار في موضوع العناوين واستخدام عناوين مطروقة سابقا هذه راح يعني ما تعطي انطباع جيد عن البحث فلازم يجب البحث عن عناوين جذابة وجديدة ومختلفة تجذب القارئ أو الريفيور أو الإديتر اللي راح يندز لهم هذا البحث ويجب أيضا عدم جعل العنوان طويل حقيقة لا يفضل أن يكون عنوان طويل إنما يكون شورت قصير ومعبر عن عمل. شكرا جزيلا أرجو أن تنال رضاكم هذه المحاضرة.